بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين من كل سوء يا رب العالمين، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة سعادة أجمعين، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأبائنا وأمهاتنا وأقربائنا ومشايخنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وحفاظ كتاب ربنا وذرياتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب لفقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين آمين. ما زلنا في تفاصيل الوصايا، في أحكام الوصية، ونريد إن شاء الله النهاردة أن نختمها بقدر الإمكان، نحاول نختمها النهاردة. كنا وقفنا على قوله: ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. وقفنا على هذه المسألة، ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة، وعدم الجواز هنا هو الكراهة وليس التحريم، فالوصية لوارث مكروهة وليست حراما، لكن قد تحرم إن نوى مخالفة شرع الله أو عقوبة بعض الورثة، لكن لو لم ينوي ذلك فهي مكروهة وتزول الكراهة بإجازة باقي الورثة. ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة المطلقين التصرف، يعني لازم يكون الورثة اللي يجيزوها مطلق التصرف، فلا يكون في الورثة مثلا صبي صغير ليس له رأي، يبقى لابد أن يكون مطلق التصرف، فلا يجوز أن يكون هناك محكور عليه بسفه أو جنون أو صغر أو شيء منه. وذكر المصنف شرط الموصي في قوله: وتصح، وفي بعض النسخ: وتجوز الوصية من كل بالغ عاقل، أي مختار حر، وإن كان كافرا أو محجورا عليه بسفه، فلا تصح وصية مجنون ومغمى عليه وصبي ومكره. وذكر شرط الموصى له إذا كان معينا في قوله: لكل متملك، أي لمن يتصور له الملك من صغير وكبير وكامل ومجنون وحمل موجود عند الوصية، بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية، وخرج بمعين، ما إذا كان الموصى له جهة عامة فإن الشرط في هذا ألا تكون الوصية جهة معصية، كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر للتعبد فيها. وتصح الوصية في سبيل الله تعالى، وتصرف للغزاة، للغزاة المتطوعين يعني، وفي بعض النسخ: بدل سبيل الله وفي سبيل البر، أي كالوصية للفقراء أو لبناء مسجد. وتصح الوصية أي الإيصاء بقضاء الديون، يبقى اللي فاتت وصية فيها قبض يقبض، الإيصاء وصية فيها تكليف، أن يقضي دينه، أن يراعي أطفاله من بعده، فدي فيها تكليف. وتصح الوصية أي الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال إلى من
أي شخص اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. واكتفى بها المصنف عن العدالة، يعني الأمانة اكتفى بها المصنف عن قول العدالة، فلا يصح الإيصاء لأضداد من ذكر، لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عدل في دينه على أولاده الكفار. يعني يمكن يوصي ذمي على إيه؟ إلى ذمي مثله لأولاده الكفار مش لأولاده المسلمين، لأن لا يجوز أنك أنت توصي كافر على رعاية مسلم. ولكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عدل في دينه، عدل في دينه يعني أمين صادق يؤدي واجبه على الوجه الأكمل، أدي معنى العدالة، على أولاده الكفار. ويشترط أيضا في الوصي ألا يكون عاجزا عن التصرف، فالعاجز عنه لكبر أو هرم مثلا، في خطأ شائع يقول لك هرم، هي هرم بفتح الهاء قولا واحدا، ما فيش حاجة اسمها هرم فتح الهاء، لكبر أو هرم مثلا لا يصح الإساءة إليه. يعني اللي انت هتوصيه عشان يؤدي هذه التكاليف، دي تكاليف عايزة واحد قادر يكون عنده قدرة، ما توصيش لواحد عاجز او واحد عجوز طريح فراش، هيؤدي المهمة ازاي؟ عشان كده ويشترط ايضا في الوصي الا يكون عاجزا عن التصرف، فالعاجز عنه لكبر او هرم مثلا لا يصح الإساءة اليه. واذا جمعت ام الطفل الشرائط المذكورة فهي اولى من غيرها، يبقى لا يشترط الذكورة في الوصي، لا يشترط الذكورة. يعني لو الأم تتوفر فيها هذه الصفات ممكن توصي للأم ولو حتى تزوجت طالما تؤدي. ومعروف أن سيدنا عمر بن الخطاب أوصى لحفصة بنته أن تقوم على الوقف الذي أوقفه في خيبر، واخد بالك؟ فيجوز الوصية للمرأة إن توفرت فيها الشروط. نقرأ كلام الشيخ البيجوري على هذه الفقرة. قوله ولا تجوز أي لا تنفذ، يبقى لا تجوز هنا بمعنى لا تنفذ، من باب الإجازة، يعني إيه؟ النفوذ، يعني التنفيذ، وليس من باب الإجازة المقابلة لإيه؟ للحرمة. ولا تجوز أي لا تنفذ، ومع ذلك تكره كراهة التنزيه، يبقى الوصية الوارث مكروهة كراهة التنزيه. وتفسير بعضهم عدم الجواز بالكراهة لا يناسب الاستثناء في قوله إلا أن يجزها باقي الورثة، لأن مقتضى ذلك انتفاء الكراهة إذا أجاز باقي الورثة وليس كذلك. يعني يقول لك أن الوصية للوارث مكروهة ولو أجازها باقي الورثة تظل برضو مكروهة، والمكروهة لا إثم عليه فيها يعني، لكن كان الأفضل ما يعملش كده، واخد بالك؟ آدي المسألة. وأما التفسير الأول فظاهر، التفسير الأول هي لا تنفذ، يعني لا تجوز بمعنى لا تنفذ، لأن مقتضى نفوذ الوصية إذا أجاز باقي الورثة وهو كذلك. وقال لك ولا تجوز يعني لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، يبقى جايب تجوز هنا بمعنى النفوذ التنفيذ يعني، فهمت؟ مش معناها انها معناها مكروهة فتزول الكراهة بالإجازة، لا، ودي نقطة دقيقة في فهم اللفظ، لأن مقتضى نفوذ الوصية إذا أجاز باقي الورثة وهو كذلك. ولو قال المصنف ولا تنفذ مكان ولا تجوز كان ريحت، ولا تنفذ لكان أولى. قوله الوصية أي ولو بأقل من الثلث وإن قلت جدا، يعني لو وصى حتى بحاجة تافهة خالص برضو مكروه لوارث، يعني برضو مكروه. أي ولو بأقل من الثلث وإن قلت جدا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة، رواه البيهقي بإسناد صالح كما قاله الذهبي.
وقياسا على الوصية لأجنبي بالزائد على الثلث. وبرضو لو أوصى لأجنبي بزيادة عن الثلث برضو هنا برضو إيه؟ مكروه. وفي معنى الوصية للوارث الوقف عليه، ويحل محل الوصية ممكن يوقف عليه شيء، يقول لك ده موقوف لفلان. وإبراؤه من دين عليه، أو إن يكون أحد الورثة كان مستلف منه مالا كثيرا فأبرأه منه قبل أن يموت، فكأنه اداله فوق نصيبه، كويس، فتدخل برضه. وإبراؤه من دين عليه، وهبته عينا في مرض موته، وبرضه هبة، الهبة في مرض الموت بتاخد حكم الوصية لا تزيد عن الثلث، فإن كانت لوارث تبقى مكروهة. فيتوقف ذلك على إجازة بقية الورثة. يبقى في معنى الوصية الوقف والهبة والإبراء من الدين، الهبة في مرض الوفاة يعني، في مرض الوفاة. لكن لو وهبه شيئا في حال حياته ده مطلق تصرف، حر التصرف. فيتوقف ذلك على إجازة بقية الورثة. ويستثنى من الوقف صورة واحدة، وهي ما لو وقف ما يخرج من الثلث على ورثته بحسب نصيبهم، كأن وقف دارا تخرج من الثلث، ثلثيها على ابنه وثلثها على بنته، فإنه ينفذ ولا يحتاج إلى إجازة في الأصح، لأنه ده بقسمة المواريث. يبقى كأنه بالضبط أوصى بالإرث، ده تحصيل حاصل يسموه، ولا يحتاج إلى إجازة في الأصح لأنه تحصيل حاصل، لأنه قال الثلث تاخده البنت والتلتين ياخده الولد، طب ما هو كده كده برضه الولد هيبقى نصيبه كده، فكأنه أوصى بتحصيل الحاصل بالإرث نفسه. ومن الحيل في الوصية للوارث من غير توقف على إجازة بقية الورثة، دي حيلة لو واحد عايز يوصي لوارث وفي نفس الوقت لا يجعلها موقوفة على إجازة الورثة، يحتال بقى، حيلة بيعلمها لك الشيخ، أن يقول أوصيت لزيد بألف، زيد ده أجنبي، أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة مثلا، يبقى هو أوصله بألف بشرط إنه يدي لابنه، وابنه ده أحد الورث، يديله من الألف دي 500، يبقى كأنه أوصاله بطريق إيه مختلف، فلا يحتاج لإجازة الورث. واضح؟ دي صورة يعني من الصور. لا، ما هو يجوز الحيلة الفقهية إن كان لها مسوغ شرعي، وفعلها الأنبياء إن كان لها مسوغ شرعي. يعني افرض انك انت شايف ان عندك انت احد ابنائك ضعيف شوية عن باقي الابناء، وعايز مثلا تفضله بشيء معين لانه باقي الابناء اقوى منه، اما تخرج وهو لم يتخرج، اما انهم اصحاء وهو مريض، او شيء من هذا، ولو وصيت له هتبقى ايه، مش هتنفذ الا لما باقي اخواته يوافقوا، وانت مش ضامن اخواته يوافقوا ولا لا، فانت بتحتاج تعمل حيلة عشان تخرج الولد ده ويضمن، يبقى عندك وجهة نظر يعني، فما فيش مانع. الحيل الفقهية وردت في القرآن، لما سيدنا أيوب نذر أنه يضرب زوجته بعد إيه، علشان وحلف على ذلك أنه يضربها ويجلدها علشان ما سمعتش كلامه في مرض وفاته، كويس، هو كان بوصيها مثلا أنها ما تعملش كذا، فعمل خلاف ذلك في مرض إيه، في مرضه الذي طال عليه، فنذر لله وأقسم أنه لو شفاه الله لا يضربنها مثلا إيه 50 جلد. فأما ربنا قال له إيه، وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث. الضغف ده إيه يعني؟ عبارة عن غصن في كذا حاجة طالعة منه زي ورق كثير، فلما يضرب ضربة واحدة كل واحدة طالعة من فرع من الغصن ده محسوب واحدة، أهلي حيل، ضربة واحدة أدت الخمسين، أي حيلة
اديها له ربك. فالحيلة الفقهية جائزة احيانا، لكن لو كانت تهربا من واجب شرعي يبقى هنا اللي حرام. واخد بالك؟ يعني الحيلة الفقهية جائزة لكن في بشروط، فلا بد الواحد يعرفها علشان يحل مشاكل حتى لا يكون عاصيا لله. أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة مثلا، فإذا قبل زيد الوصية لزمه دفع الخمسمائة لولد الموصي والوصية للوارث الجائز، والوصية للوارث الحائز بماله كله باطلة على الأصح. يعني أما يوصي لأحد الورثة الحائز بماله كله باطلة على الأصح، الوصية لكل وارث بقدر حصته شائعا لأنه يستحق من غير وصية، تبقى اسمها تحصيل حاصل فتبقى باطلة. يعني افرض واحد مالوش وارث إلا واحد بس، هيورث يورث كل ماله، يقوم يوسف كل ماله له. طب ما انت ما وصيت، ما وصيت هو هياخده، فتبقى الوصية دي باطلة لأنها تحصيل حاصل. واضح؟ هذه المسألة، لأن هنا مش هيوصي بالدار ده، بيوصي باللي خارج من الدار. الدار نفسها وقف في جهة، واخد بالك؟ يستعملها مثلا جهة معينة وبتطلع إيجار، الإيجار ده يتقسم عليهم نسبة الإرث، خدت بالك؟ فدي صورة ودي صورة. باطلة يعني غير نافذة، يعني زي قلتها، يعني تحصيل حاصل، يعني لا تنعقد. على الأصح، على الأصح يعني في وجه تاني يقول لك ما هي صحيحة لأن هي هتتنفذ برضه من خلال الإرث، فمفيش داعي إن أنا أبطلها لأن هي كده كده منفذة، خدت بالك؟ في وجه مقابل، والوجه التاني قال لك لا التحصيل حاصل ويبقى ده لغو، وطالما لغو تبقى باطل. كالوصية لكل وارث بقدر حصته شائعا لأنه يستحق من غير وصية، يعني واحد يوصي إن إيه؟ إن أولادي يأخذوا نصيبهم من إرثي كما في نظام الميراث الإسلامي. طب ما أنت سواء وصيت ما وصيت، ما ده اللي هيتنفس، خدت بالك؟ كما لو أوصى لأحد بنيه، شائعا لأنه يستحق من غير وصية بل بالإرث، بخلاف ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته شائعا. كما لو أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنها تصح وتتوقف على إجازة باقي الورثة. هنا السورة الثانية دي اللي أجازها قال لك إن هو لو أوصى لأحد مش لكلهم ياخد ثلث ماله شائع، كأن الوصية بتقول لهم ما تعملوش تفريز وتجنيب وتدوا له حاجة تكون غير مميزة، خليه ادوا له الثلث اللي هو نصيبه الأصل بس في كل حاجة، فدي تصح. لأن ممكن يكون عنده أموال لو فرزه وجنبه يدوا له حاجة غير متميزة ويقولوا له اطلع، فهو خايف من الحكاية دي، شايف إن بعض أولاده فيه طماع وده صغير في السن وممكن يضحكوا عليه يدوا له حاجة مش متميزة، فيوصي له بالثلث وهو نصيبه أصلا الثلث لكن بالثلث شائع. يبقى هو ليه وجهة نظر إن هو مش إيه، لا يريد إن هم يقصوه عن بعض أجزاء الإرث. كما لو أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنها تصح وتتوقف على إجازة باقي الورثة، وبعد الإجازة يقاسمهم في الباقي بالسوية كما لو أوصى له بعين هي قدر حصته فإنها تصح. كما لو أوصى له بعين هي قدر حصته فإنها تصح وتتوقف على إجازة باقي الورثة، يعني أوصى له بحصته يعني بنصيبه بس تدهوله متفرز مجنبه، فبرضه هي الأصل إن الإرث بيبقى في الشيوع والفرز والتجنيب دي مرحلة تانية، لكن هو وفر لهم أوصله بجزء معين، فبرضه تنفذ بإجازة باقي الورثة، واخد بالك؟ فإنها تصح وتتوقف على إجازة باقي الورثة، وبعد الإجازة يقاسمهم في الباقي بالسوية
والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصتي كأن أوصى بعبد قيمته 1000 لأحد ابنيه وبدار قيمتها 1000 للآخر ولا يملك غيرهما صحيحة. تفتقر إلى الإجازة في الأصح، يعني وعنده دار ب1000 وعبد ب1000 وعنده ابنين، أوصى بإيه؟ بالدار لأحد ابنيه وبالعبد للابن الآخر. برضو تتوقف على الإجازة، لأن ممكن الاثنين بعد كده يتفق يقول له لأ، أنت هتاخد نص الدار وناخد نص العبد. واضح؟ لكن لو أجازه خلاص. تفتقر إلى الإجازة في الأصح لاختلاف الأغراض في الأعيان، ولذلك صحت الوصية ببيع عين من ماله لزيد. قوله ولا تجوز الوصية لوارث أي خاص بخلاف الوارث العام، كما لو أوصى لإنسان من المسلمين معين بالثلث فأقل وكان وارثه بيت المال فإنها تصح ولا تتوقف على إجازة الإمام دون ما زاد، فإنها لا تصح فيه إذ لا مجيز. يعني هو ملوش ورثة، واللي ملوش ورثة ده لما بيموت ماله بيروح لبيت مال المسلمين، كويس، لأنه ملوش وارث. فهو أوصى بثلث ماله أو أزيد من ثلث ماله لجهة معينة، لمسلم معين، جاره مثلا. ففي الحالة دي تنفس الثلث ولا يوجد من يجيز فيما زاد عن الثلث، لأن دي جهة عامة، ولا حتى القاضي يوافق، لأن دي جهة عامة، واخد بالك، اللي هي مصالح المسلمين كلها. واضح؟ ولا تتوقف على إجازة الإمام دون ما زاد فإنها لا تصح فيه إذ لا مجيز، والعبرة بكونه وارثا وقت الموت دون وقت الوصية. يعني عشان تبقى الوصية لوارث مكروهة، العبرة بأنه هو وارث وقت الموت مش وقت إيه؟ الوصية. دون وقت الوصية، فلو أوصى لأخيه ولا ابن له فحدث له ابن قبل موته تبين أنها وصية لغير الوارث، لأنه ما كانش عنده أولاد يورثوه، فأخوه الوحيد هيورثه فأوصى لأخيه، أدي بقى وصية للوارث. لكن بعد كده أنجب، كان هو متزوج ما بيخلفش، فأوصى لأخيه، واخد بالك، أخوه ده يعتبر وارث برضه هيورث، لأنه هيعصبه لأنه أبوه ميت مثلا، لأنه كلالة. لكن وقت موته جت مراته حملت فجابت ولد، فأصبح أخوه ده غير وارث لأنه حجب بالابن. في الحالة دي تبقى ساعة ما عمل الوصية كان بيوصي لوارث، لكن وقت الموت أصبح غير وارث. واضح؟ وعلشان كده قال إيه؟ العبرة وقت الموت، والعبرة بكونه وارثا وقت الموت دون وقت الوصية، فلو أوصى لأخيه ولا ابن له فحدث له ابن قبل موته تبين أنها وصية لغير الوارث، أو أوصى لأخيه وله ابن. بالعكس بقى، أوصى لأخيه على أنه مش هيورث وهو ليه ابن، فمات ابنه قبله فصارت الوصية بعد الموت إيه؟ لأخيه، بقت وصية لوارث، فهو وصية لوارث. قوله إلا أن يجيزها باقي الورثة أي بعد الموت، لأنه لا عبرة بإجازتهم ولا ردهم في حياة الموصي. يعني مش العبرة أنهم يوافقوا لما يقروا الوصية واللي أوصى لسه عايش، لأنه ما فيش عبرة بموافقتهم وعدمها، لأنه ده لسه عايش ممكن يرجع هو في الوصية في أي وقت. واضح؟ العبرة بالإجازة بعد الوفاة لأنه ليهم تسلط. إلا أن يجيزها باقي الورثة أي بعد الموت، لأنه لا عبرة بإجازتهم ولا ردهم في حياة الموصي، إذ لا استحقاق لهم قبل موته، فإن أجازوا فلا رجوع لهم ولو قبل القبض، كما في شرح الروض
يعني لو أجازوا بعد وفاته ولم يقبض لسه الموصى له ليس لهم الرجوع. واضح؟ احنا قايلين ان الانسان يتملك الشيء بالقبض. طب هم لسه ما قبضوش لكن هم اجازوا، فهنا ننفذ الوصية طالما اجازوا حتى ولو قبل القبض. واضح؟ خلافا في ايه؟ في الهبة وغيرها. فلا رجوع لهم ولو قبل القبض كما في شرح الروض، بناء على أن إجازتهم تنفيذ للوصية لا ابتداء عطية منهم كما مر. لأن هل هي إجازتهم دي على أن الوصية صارت بعدما تملكوا الإرث هبة فتتملك بالقبض، ولا هي تنفيذ للوصية؟ فهمت؟ على الوجهين. فلو قلنا أن دي صارت هبة لأنهم تملكوا واستحوذوا الإرث فلهم أن يجيزوا يعني يعطوا، أو لا يجيز يعني يمنعوا، فهل هذه الإجازة عطاء وهبة فتتملك بالقبض، ولا هي تنفيذ للوصية أصلا فتتملك بمطلق الإجازة قبل القبض؟ ففي الوجهين، الأصح إن هي تنفيذ للوصية وليست عطية ابتداء. الوجه اللي عليه الفتوى إن هي تنفيذ للوصية، وإن كان في وجه ضعيف على إنها تأخذ حكم الهبة ولا تتملك إلا بالقبض. فهمت المسألة؟ كنا قلناها المرة اللي فاتت. قوله المطلقين التصرف، خرج بذلك ما لو كان فيهم محجور عليهم بسفه أو بصغر أو جنون فلا تصح إجازته، بل إن توقعت أهليته انتظرت وإلا بطلت. يعني افرض إن إيه، إن الأطفال دول متوقع إن هيكبروا، خلاص ننتظر فيما زاد على الثلث والباقي يتأسف وننفذ الثلث، وما زال عن الثلث نخليه موقوف لحد ما الصغير ده يجيز. طب ما انا ممكن ايه اشوف نصيب الصغير ايه ده في الثلث بس، واللي اجاز خلاص يتنفس من نصيبه. واضح؟ ويفضل ده متوقف لحد ما الصبي ده يكبر، نقول له انت تجيز زي باقي اخواتك ولا لا تجيز؟ فلو اجاز خلاص تروح لايه؟ للموصى له، لو لم يجيز ياخده نصيبه. فهمت بقى المسألة؟ لكن لو لم تتوقع لهم أهلية يبقى لا تنفذ إلا في الثلث، وما زاد مش مستنين إجازة لأن لا تتوقع لهم أهلية. واحد مجنون جنون مطبق مش ناوي يخف، واحد عنده تخلف عقلي مولود كده، واحد عنده منتال ريتارديشن يعني تخلف عقلي مش متوقع، واد مونجول مثلا زي ما اديت لك المثال، أو كريتن يعني في أطفال كده يتولد كريتن، يعني واد طفل كريتن ده اللي هو بيبقى عنده تخلف عقلي ويفضل طول عمره عايش كده عنده تخلف عقلي مالوش شفاء يعني، فده لا يتوقع له أهلية. يبقى في الحالة دي أنا مش هنتظر، أنا مش هنفذ إلا في الثلث، وما زال عن الثلث خلاص لاغي، إنما اللي تتوقع له أهلية ننتظر حتى يجي. قول وذكر المصنف شرط الموصي، اللي هيوصي ده بقى مش لازم تشترط فيه شروط ولا اي حد يوصي؟ واضح؟ افرض طفل صغير وعنده ملايين الجنيهات ملكه وقال الوصية وبعدين مات وهو طفل، ننفذها؟ هو الطفل ده ينفع منه وصية؟ وهيوصي مثلا بنص ماله هاتوا بيه مثلا شيبسي لاطفال الحضانة اللي كان بيروح مثلا، ما هو على قد تفكير الطفل فما ينفذش لانه هيبقى تفكيره ما ينفعش. فلازم يكون مسلم وعاقل وبالغ وحر، ما يكونش عنده اكراه عشان تصح وصيته. وذكر المصنف شرط الموصي، وذكر الشارح له شروطا اخرى، وجمله الشروط اربعه، وقوله في قوله متعلق بذكر وتصح، بل تندب لأنها سنة مؤكدة، وبيقول وتصح إيه الوصية من كل مسلم بالغ، بيقول حق بدل ما يقول وتصح يعني تجوز حقه وتندب، لأن أصل الوصية أنها سنة مؤكدة. خدت بالك ده كلام يعني شيء. وتصح بل تندب لأنها سنة مؤكدة كما مر،
وأشار الشارح بقوله وفي بعض النسخ وتجوز إلى أن معنى الجواز الصحة، فترجع هذه النسخة للنسخة الأولى. والصحة هنا معنى الإجازة، يعني تنفذ، يعني مش بمعنى الصحة اللي هي تساوي الإباحة اللي هي تبقى ضد، تبقى غير السنة اللي هي المندوبة، لا. قوله من كل بالغ عاقل، لو قال مكلف لكان أولى وأخسر، لأن المكلف هو البالغ العاقل، مش كده برضو؟ لو أنت بتقول المتن بتاعك غاية الاختصار، فطالما غاية الاختصار يبقى لو أنت كلمتين ممكن تخليهم كلمة يبقى الأحسن تخليها كلمة. عشان كده بيقول لو قال مكلف لكان أولى وأخسر. ويمكن أن يجاب بأنه عبر بذلك ليشمل السكران المتعدي بسكره، فإنه غير مكلف لكنه كالمكلف في سائر الأبواب. يعني قال لك هنا كلمة إيه؟ بالغ عاقل، لو قال مكلف خرجنا السكران، وهو عايز يدخل السكران المتعدي، واخد بالك؟ فقال بالغ وعاقل، واخد بالك؟ السكران المتعدي بسكره عند مذهبنا احنا الشافعية بنلزمه بما فعله في حال سكره، كويس؟ يعني لو باع داره اللي بملايين الجنيهات باعها بعشرة جنيه ومضى وهو سكران وراح للقاضي، ينفذ عقوبة له، كويس؟ لأنه ده متعدي بسكره. إنما لو مش متعدي بسكره خلاص لا ينفذ. والمسألة دي طبعا فيها خلاف في المذاهب الأخرى، يعني فيها تفاصيل في المذاهب الأخرى. احنا بنتكلم على طريقة الشافعية في فهمهم لهذا، أن السكران المتعدي بسكره هو الذي ألزم نفسه بذلك لأنه أدخل نفسه في هذا السكر بيده، فيتحمل هذا عقوبة له. قوله حر، أي كلا أو بعضا، ممكن يبقى مبعض، يعني بعضه حر وبعضه ايه؟ عبد. زي عبد كان يملكه اتنين مثلا، فعتقه واحد والتاني لسه ماسك فيه، يبقى هو حر يوم وعبد يوم، حر يوم وعبد يوم، واخد بالك؟ فأوصى وهو، لأنه هو حر في اليوم ده، اللي يتملكه بيتملكه، يبقى ليه ملكية، فلو أن يتصرف في ملكه، فيبقى ده اسمه ايه؟ بعضه حر، فتصح وصيته أيضا. يبقى يشترط الحرية سواء كانت كلا أو بعضا، واضح؟ فتصح الوصية من المبعض ولو بالإعتاب بخلاف رقيق الكل، فلا تصح وصيته. ساعات يقول لك رقيق الكل، يقول لك قن، كلمة واحدة قن، يعني إيه؟ رقيق كله 100%. بخلاف رقيق الكل فلا تصح وصيته ولو مكاتبا. طب افرض مكاتب، يعني هو عامل عقد بيشتري نفسه من سيده على اقساط، فمعروف ان المكاتب قن ولو كان عليه درهم، يبقى برضه ما تنفعش وصيته المكاتب، ولو عليه قسط واحد برضه ما تنفعش وصيته، لعدم ملك غير المكاتب وضعف ملك المكاتب، لعدم ملك غير المكاتب اللي هو الرقيق الكل القن، ما يتملكش، ملوش اصلا يعني ذمة مالية، لان ما يتملكه ملك سيده، لعدم ملك غير المكاتب وضعف ملك المكاتب، وملك المكاتب برضه ضعيف، لانه ممكن لو عجز عن سداد اخر قسط يرجع قن زي ما كان، واضح؟ نعم ان اذن له سيده في الوصية صحت. طب افرض بقى القن ده او المكاتب ده سيده اجاز وقال له لك ان توصي وانا موافق، يبقى تصح باذن سيدي، واخد بالك؟ قوله وان كان كافرا حربيا او غيره، يبقى تصح الوصيه. مش الكافر ده مكلف وعاقل، يعني عاقل وبالغ، طب لا له ان يوصي. افرض جارك واحد مسيحي وعايز يوصي الأولاد أو لابن عم ولا بتاع، مش المسيحي ده كافر؟ عندنا كل ما خالف الإسلام كفر، أيوه كافر، لكنه له ذمة مالية،
وله أن يوصي كيف ما شاء، واضح؟ فتصح الوصية من الكافر. وإن كان كافرا حربيا أو غيره ودخل فيه المرتد فتصح وصيته إن عاد للإسلام. يعني افرض واحد والعياذ بالله نسأل الله السلامة ارتد عن الإسلام وأوصى وهو مرتد، طيب المرتد أصلا ماله موقوف، موقوف كده لحد ما نشوف هيعود للإسلام فنورثه بورثته، ولا لا يعود للإسلام فيبقى غنيمة للمسلمين ويتحط في بيت مال المسلمين، كويس؟ فهو ملوش ملكية أصلا. والمقصود أنا مرتد عايش في بلاد المسلمين، مش مرتد بقى وبعد عننا، أما الناس سلطان علينا ما يبعد عننا، احنا بنتكلم عايش في بلادنا، كويس؟ لو ارتد مثلا سنتين ثلاثة زي مثلا كثير من الصحفيين زمان زي مصطفى محمود نفسه واعترف انه انكر الديانات فترة من عمره فكان مرتدا كافرا وبعدين ربنا هداه. افرض في فترة ردته دي اوصى وبعدين ربنا هداه بعد كده تنفذ وصيته، واضح؟ لكن لو لم يهتدي ومات على ردته هو ملوش ملك اصلا لو ماله موقوف، واضح؟ ودخل فيه المرتد فتصح وصيته إن عاد للإسلام، فإن مات مرتدا بطلت لأن ملكه موقوف على الأصح، موقوف على الأصح، يعني في وجه تاني إنه إيه غير موقوف ده يؤخذ منه على طول نجرده من ماله عقوبة له. في رأي تاني يقول لك موقوف على الأصح، وده اللي عليه الفتوى انه ملكه موقوف على الاصح لانه قد يعود للاسلام فيستفيد به ورثته او هو نفسه يستفيد به، فيتبين زوال ملكه من حين الردة بموته مرتدا والعياذ بالله تعالى. وقول او محجورا عليه بسفه اي او فلس لصحة عبارته، يبقى المحجور عليه بسفه او فلس له أن يوصي، لأن الوصية أصلا عايز يكتسب ثواب، هو عايز يتصدق بجزء ماله قبل ما يموت يستفيد بالمال بتاعه، وهو مفتقر للثواب وما زال مكلفا السفيه وإيه والمفلس، مش مكلف، مكلف وهو مفتقر للثواب، مفتقر للثواب يبقى تجوز وصيته، واضح؟ طالما في حدود الثلث، بخلاف الصبي، الصبي ما تنفعش وصيته. ايوه لا، لان ايه هو لو عايش في بلاد المسلمين بتعرض هذه القضايا على قضاة المسلمين فلازم يبقى عارف هينفذ احكام ايه لفض النزاع، وهم عايشين معانا طول عمرهم من اول ما دخل الاسلام طول عمرهم عايشين معانا وطول عمرهم ما هم عندهمش هم اصلا تشريع لكل القضايا، فهو بالحالة دي طالما ما عندوش في دينه شريعة معينة أو حكم معين في المسألة فبيلجأ للقاضي المسلم يوم يفض نزاعه. هو احنا لو عايشين في أمريكا مش بنتقاضى للقاضي الأمريكاني واحنا مسلمين؟ فأنت بتبقى تحت سلطان الدولة اللي أنت عايش فيه، بس هذه المسألة. قوله أو محجورا عليه بسفه أي أو فلس لصحة عبارته واحتياجه للثواب، فتصح وصية المرأة السفيهة للغاسلة بخاتمها أو حلقها مثلا كما يقع كثيرا. ذاك أيامهم كان إيه الست اللي بتوصي تملي الصيغة اللي أنا لابساها إيه تبقى ملك اللي هتغسلني، تاخدها اللي تغسل اللي هي لابساها مش اللي شايلاها، واضح؟ يبدو أنها كانت يعني إيه وصية مشهورة أيام الإمام بيجوري فمثل بها يعني. وتغيرت الأحوال ما بقيناش نسمع دلوقتي إن حد بيوصي لحد أصلا، لو هو عايز تدفن معاه زي قدماء المصريين كانوا بيدفنوا بثروتهم يدخلوها معاه كده، كانوا قدماء المصريين فيهم الطبع ده، ربنا ينجينا يا سيدي من الشح. قوله فلا تصح وصية إلى آخره تفريع على مفاهيم الشروط المذكورة إلا أنه لم يذكر الرقيق وكان الأولى أن يذكره وقد ذكرناه آنفا. قوله وذكر طبعا هو ما يقول لك
مسلم بالغ عاقل، واخد بالك ازاي؟ ما قالش مسلم، الوصية من كل بالغ عاقل، ما قالش مسلم علشان يقول لك ايه يدخل الكافر، والبالغ يبقى ما تصحش من الصبي، والعاقل يبقى لا تصح من المجنون، وهكذا تمشي. ومكره ومختار يخرج ايه المكره، وهكذا يبقى ايه، يبقى لا تصح من خلاف ايه الشروط دي. قوله وذكر شرط الموصي الموصى له، وذكر شرط الموصى له اذا كان معينا اي غير جهه، وان تعدد، ويشترط فيه ايضا عدم المعصيه، فلا تصح لكافر بمسلم لكونها معصيه. وان يكون غير مبهم، يبقى ايه برضو ما اقولش ايه لواحد، مين الواحد ده؟ دي مبهم، ما ينفعش. فلا تصح لاحد هذين الرجلين للجهل به. نعم، ان قال اعطوا هذا لاحد هذين صح، كما لو قال لوكيله بعه لاحد هذين، والفرق انه في الاولى تمليك لغير معين، وفي الثانيه فوض التمليك لغيره، وهو انما يعطي معينا، وقبوله بنفسه او بوليه. لما يوصي الوصيه لانسان معين، ان كان اهلا للقبول يقبلها، وان كان غير اهل للقبول يبقى وليه هو اللي يقبلها بالنيابه عنه. كان اوصى لطفل مثلا، فاللي يقبل الوصيه هو ايه؟ ولي الطفل، سواء ابوه او ايه القائم عليه، او نحو ذلك. وتصح للكافر ولو حربيا ومرتدا، لكن صورته ان يوصي لزيد ونحوه وهو في الواقع حربي او مرتد، بخلاف ما لو قال اوصيت لفلان الحربي او المرتد. يعني ممكن يوصي لزيد، زيد ده مسلم بس عايش في اسرائيل حربي، وهو مسلم وحربي لانه مش عايش في بلاد بتحاربنا، واخد الجنسيه الاسرائيليه، يبقى ده مسلم وحربي، يبقى يجوز الوصيه له، واخد بالك؟ ولو كان حربيا، واضح؟ اوصى لزيد ده اللي هو عايش في اسرائيل او في بلاد الكفار، وما يعرفش انه مرتد، هو ما يعرفش، هو سايب مصر هنا بقاله 30 سنه وسايبه، هو مسلم، احنا ما نعرفش في 30 سنه دي بقى مخه ايه. فهو اوصى له لان الواد ده كان ابن عمه زمان، وكان ابن عمه موصيه عليه، وهو قاعد الواد ده في امريكا بقاله مثلا 30 سنه، فاوصى له، اتضح ان الواد ده مرتد، فهمت؟ ينفع. لكن لو اوصى للحربي لكونه حربي، او للمرتد لكونه مرتد، هنا التي لا تنفذ، بقت معصيه. كانه بيشجعه على ايه؟ على انه يبقى حربي، وبيشجعه على ردته. واضح؟ لكن الثانيه بيوصي لفلان وهو حربي، يعني عايش في بلاد حرب، لا لكونه حربي، لا لكونه معين بس. فهمت بقى المساله؟ الصورتين تختلف يعني. ولو حربيا، وتصح للكافر ولو حربيا ومرتدا، لكن صورته أن يوصي لزيد ونحوه وهو في الواقع حربي أو مرتد، بخلاف ما لو قال أوصيت لفلان الحربي أو المرتد، يعني يجعلها صفة في الوصية، لأن تعليق الحكم بالمشتق اللي هي الصفة الموجودة دي يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، فكأنه قال لحرابته أو ردته، فيكون القصد منه معصية، فدي لا تنفذ. واضح؟ وتصح أيضا للقاتل بحق أو غيره كالصدقة عليهما والهبة لهما، لكن صورة القاتل بغير حق أن يوصي لرجل فيقتله. يعني أنا أوصيت لفلان، هذا الفلان ده لما وصيته جاء قتلني بغير حق، صح؟ تصح الوصية. واضح؟ فهمت؟ او قتلني بحق، يعني هو بينفذ احكام الاعدام في المحكمه، فراح ايه صدر علي حكم بالاعدام فجاء ونفذه، فيبقى هنا بيقتل بحق، برضه تصح الوصيه له. فهمت بقى المساله؟
لكن صورة القاتل بغير حق أن يوصي لرجل فيقتله بخلاف ما لو أوصى لمن يقتله بغير حق. أوصى الواحد قال له ليك تلت مالي لو قتلتني، ده بيغريه أنه يقتله، هنا بقى حرام لأنه بيدفعه إلى المعصية. واضح؟ بخلاف ما لو أوصى لمن يقتله بغير حق فإنها لا تصح، لأنه حمل على المعصية يحمله أنه يقتله، وقتله بغير حق معصية. قول وفي قوله متعلق بذكر، وقول لكل متملك بكسر اللام المشددة. ولو عبر المصنف بمن يتصور تملكه بدل ذلك لكان أوضح، ولذلك فسره بمن يتصور له الملك. هو بيقول لك كان حقه يقول من يتصور له الملك. ليه؟ لأنه ممكن يوصي لجنين في بطن أمه، أو ده لسه لا يصلح أن يتملك لكن تصح، فكان الأحسن يفسره يقول بمن يتصور له الملك. فما ينفعش يوصي مثلا لحماره لأنه ليست له ذمة مالية، لكن يوصي لحماره يعني بإيه؟ لمن يقوم على خدمة الحمار إنه يديله العلف بتاعه من إيه؟ من الوصية. ثم إذا مات الحمار تصير ملكا للقائم على الحمار. واضح؟ لا تبقى ملكه لي. يبقى بمن يتصور له الملك، أي يتأتى له الملك، ولو بمعقدة وليه فيقبل له وليه في الصغير والمجنون والحمل. ولو قبل انفصاله على المعتمد، فلا تصح الوصية لمن لا يتأتى ملكه كميت، لأنه لا يتأتى ملكه. ولا يرد قول الرافع في باب التيمم أنه لو أوصى بماء لأولى الناس به قدم الميت على المتنجس والمحدث. ده كان قال الإمام الرافع كده باب التيمم زمان، لو أوصى بالماء ده في مكان الماء فيه شحيح جدا، أوصى الماء لأولى الناس به، فوجد في هذا المكان ميت محتاج يتغسل، ومتنجس محتاج يغتسل، ومحدث محتاج يتوضأ. كويس؟ طب نميز مين؟ ندي لمين؟ وهو قال لأولى الناس به. فهمت المسألة؟ طيب. ولا يرد قول الرافعي في باب التيمم أنه لو أوصى بماء لأولى الناس به قدم الميت على المتنجس والمحدث. نقدم الميت هنا، ما احنا قايلين هناك الوصية الميت ما تنفعش. فهمت؟ طب ليه هنا؟ فبيقول لك ما تفتكرش إن في تناقض بين الصورتين، لأن المسألة مختلفة، لأن الوصية هنا لمن يقوم بتغسيل الميت وليس للميت نفسه، لأن الميت نفسه مش هو اللي هيشطف نفسه. واضح؟ لأنه في الحقيقة ليس وصية للميت بل لوليه اللي هو هيغسله، يعني لأنه هو الذي يتولى أمره. وعند التأمل الصادق لا يحتاج للجواب عن ذلك، لأنه وصية لجهة لا لمعين الذي الكلام فيه. ولا تصح لدابة، حيوان يعني مشهور أوي في أوروبا، يوصي بكل ماله ساعات للكلبة بتاعته وينفذوها. فهو في أوروبا المسلمين ما عندهمش الحاجات دي، يعني احنا أرقى منهم طبعا وفهما بفضل الشرع الشريف. ولا تصح لدابة لأنها ليست أهلا للملك إلا إن قصد مالكها، ولو فسر الوصية لها بالصرف في علفها صح. لو أوصى بجزء من ماله لعلف هذه الدابة تصح. واضح؟ لعلف الدابة تمشي، لأن الدابة مش هتشتري العلف، القائم على الدابة هو اللي هيروح يشتري العلف. واضح؟ لأن علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية، فيشترط قبوله ويتعين صرف الموصى به لجهة الدابة.
رعاية لغرض الموصي ولو انتقلت الدابة لآخر، فإن كان قبل موت الموصي فالوصية له، وإن كان بعده فهي للأول. يعني أوصى لمالك الدابة إنه ينفق على هذه الدابة، كويس؟ فانتقلت في حال حياته لمالك آخر فصارت للآخر، واخد بالك؟ طيب لو انتقلت لمالك آخر بعد وفاته فهي للأول لأنها صارت في حيازته تملكها. دي واضحة يعني، لكن هو بيديك صور كتيرة عشان يعلمك الحس الفقهي ازاي تستنبط الأحكام مع تغير الصور المختلفة. وإن كان بعده فهي للأول لكنه يصرفها في علف الدابة كما تقدم. طب هيملكها الأول لكن أما يبيع الدابة يبعت لها علفها منه وهي ملك الآخر، واضح؟ نعم، إن دلت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد بها مالكها وإنما ذكرها تجملا وتبسطا ملكها مطلقا خلاص. وكذلك لو ماتت الدابة برضو يتملكها بعد ما تموت الدابة ولا يسلم علفها للمالك بل للوصي، فإن لم يكن فللقاضي. وكذلك لو ماتت الدابة ولا يسلم علفها للمالك بل للوصي، فإن لم يكن فللقاضي ولو بنائبه، ولو كان النائب هو مالك الدابة. ولا تصح لرقيق أيضا لأن الرقيق ملوش ذمة مالية كما قلنا. إن قصده، فإن قصد سيده أو أطلق صحت، ولا يحتاج إلى إذن السيد بل يقبل العبد. وإن نهاه سيده، نعم، يعني لو أطلق الوصية للعبد انصرفت لإيه؟ لسيده لو أطلقها. ولا يحتاج إلى إذن السيد بل يقبل العبد. وإن نهاه سيده، نعم، إن كان قاصرا قبل سيده ولا ينتظر كماله كما اعتمده العلامة ابن قاسم نقلا عن العلامة الرملي. قوله من صغير وكبير إلى آخر بيان لمن يتصور له الملك، لكن الصغير إنما يقبل له وليه، وكذلك المجنون والحمل كما مر. قول وحمل موجود عند الوصية بخلاف غير الموجود عند الوصية، فلا تصح لحمل، سيحدث إذ لا يتصور الملك إلا للموجود. يعني ما ينفعش يوصي لحمل هذه المرأة لما تتزوج، أما ده مش موجود ما ينفعش الوصية لغير موجود، واضح؟ قوله بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية. أقل مدة حمل إيه؟ 6 أشهر. فلو أوصى والطفل اتولد بعد 5 شهور دل على أنه وقت الوصية كان موجود في بطنه، واضح؟ طالما أقل من 6 شهور، فهمت بقى؟ لكن لو ولد بعد أكثر من 4 سنين يبقى ما كانش في بطنه، واضح؟ ساعة ما، لأن إحنا أقصى مدة حمل 4 سنين في الفقه، مش عند أطباء النساء. أطباء النساء عندهم اللي خد بيها القانون المصري 12 شهر على أساس إن نادر لما تلاقي واحدة تقعد سنة حامل وما ولدتش، واضح؟ يبقى إيه خدوها، لكن إيه كان في الزمن القديم في نساء وضعت بعد 4 سنين حمل، منهم أشهرهم الإمام مالك. الإمام مالك صاحب المذهب المشهور ده أمه حملت فيه 4 سنين، نزل لسنان سنانه طلع، حاجات نادرة لكنها مش ما يعني مش معروفة، مش متداولة. فعند الفقهاء إيه أقل مدة الحمل 6 أشهر وأقصى مدة حمل 4 سنوات، واضح؟ وإن كان ده نادر يعني. لا تصح يعني لا تنفذ، لا تنفذ. بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية أو لأكثر من الأقل المذكور ول4 سنين فأقل، ولم تكن المرأة فراشا بعد الوصية لزوج أو سيد. للعلم بأنه كان موجودا عند الوصية في الأولى والظاهر
وجوده عندها في الثانية، ولا نظر لاحتمال أن يكون من وطء الشبهة لندرة ذلك أو لنظرة ذلك، يعني بفتح النون. وفي تقدير الزنا إساءة الظن، فإن انفصل لأكثر من 4 سنين أو لأقل منها ولستة أشهر فأكثر وكانت فراشا لزوج أو سيد لم تصح الوصية له لعدم وجوده عندها في الأولى والاحتمال حدوثه معها أو بعدها في الثانية. وكذلك كل دي صور اللي هي الاحتمالات يعني. وكذا لو لم تكن فراشا قط، لا قبل الوصية ولا بعدها، هي أصلا جوزها متعاقد في أي بلد بعيد عنها ومش عايش معاها أصلا، وقاله 5 سنين سايب، وبعدين بيوصي للي في بطنها، يبقى دي ايه؟ لم تكن فراشا قط لأحد. وكذا لو لم تكن فراشا قط لا قبل الوصية ولا بعدها، الاحتمال وجوده معها أو بعدها من وطء شبهة، لكن طلع في بطنها عيل وولدته الظروف دي، يقول لك ما ده احتمال يبقى وطء شبهة، ولا عبرة بوطء الشبهة. واضح؟ أو زنا، ولا يرد ما تقدم من أن وطء الشبهة نادر، وفي تقدير الزنا إساءة الظن لأن محل ذلك ما لم نضطر إليه، ومع ذلك لا تحد، هذه المرأة لا تحد مع ذلك الاحتمال أن يكون من وطء الشبهة، طالما ما اعترفتش بزنا ما نحدهاش، في احتمالات أنها تبقى وطء شبهة، ده في احتمال أنها كمان تلبس ثوب رجل فيه مني فيدخل فرجها فتحمل وهو محدش قرب لها، بريئة وهي حامل، كل ده احتمالات. وكان معروف زمان حكاية القطنة دي، تاخد قطنة فيها مني من راجل عشان تحطه في فرجها عشان زوجها ما بيخلفش عشان تورثه، كانت مشهورة في الأرياف زمان، معروفة الحكاية دي اللي هي بعد كده بيسموها التلقيح الصناعي، واخد بالك؟ بعد كده بقوا يعملوها دكاترة النساء التلقيح الصناعي، فده لا يسمى زنا في عرف الشرع وإن كان ينتج حمل. واضح؟ وعلشان كده ما نحدهاش إلا إذا اعترفت، ما اعترفتش خلاص في احتمالات كتيرة. واضح؟ قول وخرج بمعين، ما إذا كان الموصى له جهة عامة. ظاهر هذا الصنيع أن المصنف لم يشر لما إذا كان الموصى له جهة عامة، مع أنه قد أشار إليه بقوله وفي سبيل الله أو سبيل البر على اختلاف النسختين كما سيأتي. والحاصل أن الموصى له قسمان، معين وغير معين. معين يعني جهة محددة، وغير معين يعني جهة غير معينة. فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله لكل متملك، وإلى القسم الثاني بقوله وفي سبيل الله أو البر، كما نبه على ذلك الشيخ الخطيب، وبهذا تعلم ما في قول المحشي وبعضهم، جعل هذا يعني قوله وفي سبيل الله إشارة إلى الجهة وهو لا يناسب سياق الكلام. فتأمل قول فإن الشرط في هذا ألا تكون الوصية جهة معصية، أي المذكور من الجهة العامة، ألا تكون الوصية جهة معصية ظاهرة، ظاهره أنه لا يشترط في الوصية لمعين عدم المعصية، وليس كذلك، يعني ما يشترطش أما يبقى موصي الجهة لإنسان معين أن يبقى الإنسان ده مش عاصي، طب ما هو في يعني هتوصي النبي بقى، طب ما ممكن يبقى عاصي برضه وتصح الوصية له، محدش معصوم، لكن الجهة نفسها ما تبقاش جهة معصية بخلاف المعين. واضح؟ يعني افرض لي واحد قريب ومدمن مخدرات واوصى له، والواد ده معروف كل الفلوس اللي هياخدها يجيب بيها مخدرات، مالناش دعوه ننفذ الوصيه. احنا مالناش دعوه. مش معنى كده ان احنا بنساعده انه على الادمان، لا. لان هو ما زال جهه تصح ان يتملك ويتصرف في ماله. واضح؟ كونك تعالجه وما تعالجوش دي مساله ثانيه. احنا بنتكلم في الوصيه. واضح؟ لكن لما تبقى جهة معصية يعني يوصي إلى كباريه، واخد بالك؟ يبيعوا فيه خمرة ويجيبوا رقصات تقعد ترقص للرجالة، دي معصية دي ما ينفعش. واضح؟ أو لصالة قمار.
حرام كله حرام في عك تنفذ وصيته برضه. انا ليه المال اللي في ايده ده مش في حيازته وهو حاطه في البنك باسمه ليه يتصرف فيه؟ كون بقى المال ده هيتحاسب عليه في الاخره دي مساله ثانيه بينه وبين ربه بقى. وقوله ألا تكون الوصية جهة معصية ظاهره أنه لا يشترط في الوصية لمعين عدم المعصية وليس كذلك، وقد تقدم اشتراط ذلك فيشترط لصحة الوصية مطلقا عدم المعصية، لأن القصد من الوصية تدارك ما فات من الإحسان. يعني ما يعملش المعصية ويقصد بيها، يعمل الوصية ويقصد بيها معصية، ده مقصد الوصية أنه ياخد ثواب، ما يعملش الوصية عشان يعاقب حد، واضح؟ ما يعملهاش عشان تبقى هي نفسها معصية، فلا يعملها لا الجهة معصية ولا هو نفسه يعملها من أجل معصية، واضح؟ في حالة فلا يجوز أن تكون معصية، وإذا انتفت المعصية فلا فرق بين أن يظهر فيها قصد القربة، وطالما مش معصية بقى مش شرط تبقى ظاهرة الإيه؟ الثواب. ممكن يوصي للأغنياء ما يجراش حاجة تنفذها برضه، لأن في كل كبد رطبة أجر، والغني ده يعني مش كبد ورطبة، وانت لما تأكل واحد غني يعني مش هتاخد ثواب؟ تاخد ثواب برضه، واخد بالك؟ كالوصية للفقراء اللي هي قصد القربة واضح، ما تبقى الوصية للفقراء وألا يظهر فيها ذلك كالوصية للأغنياء فإنه لا يظهر فيها قصد القربة، وإن لم يخلو عن قربة لأن في كل كبد رطبة صدقة ويكفي في الجهة إعطاء ثلاثة منهم. لما يوصي مثلا للفقراء أقل حاجة ثلاثة، يبقى يجوز انك انت تخرجها لاقل حاجه تبقى ثلاثه، يبقى انت كده نفذت الوصيه. فلا يجب استيعابهم، طبعا مستحيل هتجيب فقراء في 85 مليون وواحد اوصى مثلا ب 100 الف للفقراء هتقسمهم ازاي؟ كفايه ثلاثه وخلاص، تقوم تنشل العيال الفقراء الثلاثه دول من الايه؟ بال 100 الف من فقره، تدي لكل واحد 35 الف مثلا ولا 33 الف، وتقسم ال 1000 الباقي عليهم برضه، يقوم يعمل له مشروع تجاري ويتنقل من الفقر يعمل له حاجه، واخد بالك؟ وهكذا، يبقى يكفي في الجهه ثلاثه بس، استيعاب ثلاثه. فلا يجب استيعابهم ولا التسويه بينهم كمان. ومن ذلك الوصيه للمجاورين في الجامع الازهر، كان زمان في ناس مجاورين عايشين في الجامع الازهر كده وبتجري عليهم جرايه معينه، عشان متفرغين اما للعلم او للعباده. اما للعلم او للعباده. والناس المتفرغه للعباده دي بننصر بيهم، فلازم نشجعهم. ندي لهم حاجه عشان احنا بنكسب بدعائهم، انما تنصرون بايه؟ بضعفائكم. ولولا شيوخ ركع واطفال رد على صب عليكم العذاب صبا. فالمتفرغ للعباده نفرغه ونديله ما يجراش حاجه، ونوصي له من اموال الاغنياء ما يجراش حاجه. علشان نفرغه للعباده، لانه بعبادته ربنا بيمنع بلاء كثير يقع على المسلمين. واضح؟ وكان زمان في الازهر كتير كده ناس متفرغه، لكن بعد كده ماتت هذه الاشياء، ما تلاقيهاش الوقت. للمجاورين في الجامع الازهر حيث لم ينحصر لينحصروا او شق استيعابهم، يبقى كفايه ثلاثه يعني كل جهه. قوله جهات المعصيه اللي بيديها مثال كعماره كنيسه ولو ترميما، ومثل ذلك كتابه التوراه والانجيل وكتب الفلسفه وسائر العلوم المحرمة. يوصي بماله مثلا لنشر كتب الاتجاه الماركسي وطبعها، مشكلة، لنشر الاتجاه الوهابي الذي يؤدي إلى فرقة المسلمين وإساءة الظن، ده حرام، لأنه حول الدين إلى مذهب وضيق على العباد والبلاد، واخد بالك؟ وأباح أعراض المسلمين، أصبح المسلم يشك في إسلام أخوه وهم الاثنين مسلمين، هذه جهات ما المفروض ما ينفقش فيها، واضح؟ وكتب الفلسفة وسائر العلوم المحرمة، وأي علم يؤدي إلى فرقة المسلمين يبقى محرم، لعلمك يعني. وكذلك سراج الكنيسة، فالوصية بدهن له تعظيما لها باطلة، أما إذا قصد انتفاع المقيمين بها ولو كفارا فالوصية صحيحة. افرض دار عايش فيها بعض المسيحيين، وانت اوصيت بانك انت تدفع لهم الكهرباء بتاعتهم، يجوز، لان ده ايه؟ من باب نفع الانسان، واضح؟ لان دي دار عايشين فيها.
فالوصية صحيحة وإن خالف في ذلك الأزرعي. الأزرعي قال لك لا برضه ما ينفعش، عايز أنت تمشي مع الأزرعي ما عنديش مانع، عايز تمشي مع الباقيين ما عنديش مانع، أمر خلافي وجهات نظر تختلف. واضح؟ قوله من مسلم أو كافر، وحيث قصد المسلم تعظيم الكنيسة كفر، وأما الكافر إذا قصد تعظيم المسجد فلا يحكم بإسلامه، لأن شرط الإسلام النطق بالشهادتين مش تعظيم المسجد، فلا يحصل بمجرد تعظيم المسجد بخلاف الردة والعياذ بالله تعالى، فإنها تحصل بمجرد تعظيم الكنيسة. قوله للتعبد فيها، أي ولو مع نزول المارة، بخلاف ما إذا كانت لنزول المرة فقط. افرض الكنيسة دي موجودة في حتة ممر، معبر، سبيل، الناس أما بيليل عليهم الليل بيناموا فيها. يجوز أنك أنت توصي فيها، لأنها بقت إيه؟ مقر لنزول ابن السبيل. واضح؟ ولو مسمينا كنيسة. مش العبرة بالاسم، العبرة بالوظيفة. واضح؟ أو كانت موقوفة على قوم يسكنونها ولو من كفار، لأنها ليست كنيسة في الحقيقة ولا أثر لتسميتها كنيسة حينئذ. وتصح الوصية في سبيل الله تعالى، أنا الظاهر طولت عليكم النهاردة، كفاية عليكم النهاردة ولا نخلص؟ احنا فاضل لنا حاجة بسيطة يعني نخلص الوصية. وتصح الوصية في سبيل الله، اصل كان مشايخنا وصونا دروس الفقه ما تزيدش عن ساعة عشان ما ترهقش ذهن الطالب، كانوا بيوصونا كده، لكن دروس الوعظ والحاجات دي ممكن تقعد ساعتين ثلاثة عشان الناس بتحب الحكاوي والقصص ما تملش، انما الفقه شوية بيبقى احكام ورا بعض متتالية فساعات يتعب الطالب، لكن احنا برضو بنحط لكم شوية حاجات برضو في النص كده عشان ايه ما تزوش مننا. قول وتصح الوصية في سبيل الله تعالى، أي لأنه من القربات، فإذا قال أوصيت بثلث مالي في سبيل الله أو لسبيل الله صحت وصيته وصرفت لغزاة الزكاة. مش هناك في سبيل الله في الزكاة كده برضو بالمصارف الزكاة اللي قلناها الثمانية، هناك اللي ايه يا الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله في سبيل الله بتاع الزكاة يعني، وصرفت لغزاة الزكاة. ولو قال أوصيت بثلث مالي لله أو قال أوصيت بثلث مالي ولم يقل لله صحت وصيته وصرفت للمساكين ووجوه البر. قوله وتصرف للغزاة، أي غزاة الزكاة وهم المتطوعون بالجهاد لثبوت هذا الاسم لهم في عرف الشرع، لكن الجنود اللي بياخدوا مرتبات ما ياخدوش منها لانه بياخد مرتب، دول المتطوعين. قول وفي بعض النسخ بدل سبيل الله الى اخره، هذه النسخة اعم من النسخة الاولى، وعلى كل فهو اشارة الى الجهة كما تقدم. وفي سبيل البر، اي الخير والاحسان، فان البر اسم عام لكل خير. قول اي كالوصية للفقراء، اي وكالوصية للعلماء، وتصرف لأصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه بخلاف العلماء بغير ذلك كالمشتغلين بعلم النحو والطب وغير ذلك. يعني العبرة هنا مش بعموم اللفظ، بإيه؟ بالمعنى العرفي، بمعنى العرفي للموصي. لما يجي واحد يوصي يقول إيه أوصيت بثلث مالي للعلماء، والناس العرف عرف العام ناس يقصد العلماء علماء الدين، مش كده برضو؟ لما يقصدها كده يبقى ننفذ المعنى العرفي، ما نديهاش لعلماء الطب بقى، لان العوام اما يقول للعلماء ما يقصدش الا علماء الدين. واضح الكلام؟ وان كان يشمل طبعا كل العلماء كلفظ عام، لكن احنا ايه في الوصايا وفي النذور وفي الايمان نقدم المعنى العرفي على المعنى اللغوي. واضح؟ زي ما قلنا قبل كده في الايمان، لو اقسم الا ياكل لحما فاكل سمكا فلا يحنث، وإن كان السمك لحم برضه لأن ربنا قال عليه لحما طريا. ليه؟ لأن العبرة بالعرف. واضح الكلام؟ لو تغير العرف خلاص يتغير، دي أحكام متعلقة بالعرف، عشان ما يجيش واحد يقرأ الكتاب ومش فاهم يقول لك الله يعني علماء الطب ليه ما ياخدوش يا أخي؟ شفتوا بتميزوا إزاي؟ يعني دول جهلة ولا إيه؟ مش مسألة كده، بالراحة على نفسك بالراحة.
لان في ناس بتقرا الكتب دي وتحط تحتها خطوط حمراء ويجيبها ويقرا ويقول شوف المسلمين شوف بما لانه مش جاهل. هو ينفع يسمي نفسه ايه؟ مفكر. واخد بقى مفكر اسلام. فيحذر هؤلاء المفكرين. لان ما قروش العلم على العلماء، فلو قروا على العلماء كانوا تزيل مثل هذه الغرابه في بعض الالفاظ. يعني ساعات يكتب لك ايه ويحرم منع الماء من كل حيوان محترم كزوجه وايه وفرس وبتاع. يقول لك الله الزوجه خلاها حيوان محترم، لا حول ولا قوه الا بالله. امال يعني ايه حيوان مش محترم؟ طب هو الحيوان المحترم الانسان حيوان ناطق. فهمتني؟ هذه المساله. مش الفلاسفه يقولوا الانسان حيوان ناطق؟ طب اشمعنى بقى عند الفلاسفه ما مش هنعتش عليهم؟ وتيجي عند الفقهاء تشنعتش. شفت بقى العقليه الغريبه؟ فهم ليهم عقليه غريبه فاحذرهم. وماله ما يميزه خلاص، بس ما زال الانسان له في الحيوانيه انه يحتاج الطعام والشراب والماء. دي حيوانيته كده. صح ولا لا؟ واحنا بنتكلم على الميه. فما تمنعهاش لحيوان محترم، فلما اقول هذه المياه لكل حيوان محترم دخل فيها الانسان. فهمتني بقى ازاي؟ ما يبقاش للذوات اربع بحيث يجي انسان يشرب يقول له لا دي للحيوان المحترم، طب هو يعني مش حيوان محترم؟ فهمتني المسألة بقى؟ مع الاحترام طبعا ان لقد كرمنا بني ادم وكل حاجة احنا معترفين بهذا. فهنا علشان بيقول لك ايه؟ وكالوصية للعلماء فتصرف لأصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه بخلاف العلماء بغير ذلك كالمشتغلين بعلم النحو والطب وغير ذلك. ويدخل في الوصية للفقراء المساكين وعكسه، يعني هو أوصى للفقراء دخل معهم المساكين، أوصى للمساكين دخل معهم الفقراء. واضح؟ لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد بخلافه عند الاجتماع، فإذا أوصى لهما شرك بينهما نصفين كما في الزكاة، ويكفي ثلاثة من كل من الفقراء والمساكين والعلماء ونحوهم. ولو أوصى لجيرانه صرفت الوصية لأربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربع، وجملة ذلك 160 دارا لخبر ورد في ذلك رواه البيهقي وغيره. وهذا إنما يظهر في دار مربعة محفوفة بدور في جوانبها الأربعة كما هو الغالب. ما كانش عندهم تنظيم في المدن يعني أيام، كانت نظام عشوائيات كده، فبتبقى الدور لازقة ببعضها من جميع الجهات، لدرجة إن كان بعض الدور زمان كان يبقى في ممر مشترك لعدة دور لأن ما فيش شارع. واخد بالك؟ بعد كده بقى طبعا تطورت وبقى في تنظيم المدن والشغلانات التانية دي. وإيه ولو عايز أنت تشوف النظام ده تروح للعشوائيات تلاقي فيه إيه أنواع كثيرة من هذا. درجة ساعات تنشر الغسيل جارك يلمه. واخد بالك؟ من كتر ما هم قريبين لبعض يعني. قوله أو لبناء مسجد وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا، وتحمل عند الإطلاق على المصالح الشاملة للعمارة عملا بالعرف. فإن قال أردت تمليك المسجد فالأرجح صحة الوصية كما بحثه الرافعي معللا ذلك بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا، أي بأن اللفظ المشتمل على قوله للمسجد يكون ملكا والمشتمل على قوله عليه يكون وقفا. يعني ما يقول ايه هذا للمسجد يبقى اللام دي للتملك، وهذا على المسجد يبقى هنا للوقف. واضح؟ وفي الاخر من حيث التنفيذ حاجه واحده. او المراد ان للمسجد ملكا في ذاته وعليه وقفا كذلك. قال النووي هذا هو الافقه الارجح خلافا لمن قال تبطل الوصيه حينئذ. قول وتصح الوصيه هذا شروع في الوصيه بمعنى الايصاء، ولذلك قال الشارح أي الإيصاء، ومعنى لغة الإيصال كالوصية، وشرعا إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، وأركانه أربعة موص ووصي وموصى فيه وصيغة كما تقدم التنبيه عليه أول الفصل. وقد تكلم المصنف على شروط الوصي، وأما شروط الموصي والموصى فيه والصيغة فلم يتكلم عليها. هيتكلم على شروط الوصي ان هو يبقى ايه غير عاجز وقادر وكده، فبيقول لك بس ما تكلمش على
شروط الموصي والموصى فيه والصيغة، فلم يتكلم عليها ونحن نتكلم على ذلك، فنقول يشترط في الموصي بقضاء الحقوق التي عليه وتنفيذ الوصايا ورد الودائع ونحوها أن يكون مكلفا حرا كله أو بعضه مختارا. وفي الموصى لنحو أمر طفل ومجنون ومحجور سفه مع ما مر ولاية له عليه. وفي الموصي بنحو أمر طفل ومجنون ومحجور سفه مع ما مر بكونه، يعني افرض أنت بيوصي على طفل لازم يكون ليه ولاية على هذا الطفل عشان يوصي عليه، فهمتني ازاي؟ بجانب أنه يبقى حر كلا أو بعضا وأن يكون مكلفا، ومكلفا لما تفكها يبقى بالغ عاقل، لما تفك كلمة مكلف تبقى بالغ عاقل. مختار عشان تخرج المكره كمان، مش كده؟ وفي الموصي بنحو أمر طفل ومجنون ومحجور سفه مع ما مر اللي هو ايه مكلف وحر له ولاية له عليه ابتداء من الشرع لا بتفويض، فلا يصح الإساء من صبي ومجنون ورقيق ومكره، ولا من أم وعم لعدم الولاية لهما، ولا من الوصي لأن ولايته ليست شرعية ابتداء بل جعلية بتفويض الأب أو الجد إليه، إلا إن أذن له فيه كأن قال أوصي عني فأوصى عن الولي لا عن نفسه. يبقى يجوز أنك أنت وكيلك يوصي عنك لمن لك ولاية عليه، لكن لا يوصي هو بنفسه بصفته الأصيل، لكن يوصي بصفته الوكيل، ينفع. واضح؟ ويشترط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا، فلا يصح الإساء في تزويج نحو بنته أو ابنه لأن هذا لا يسمى تصرفا ماليا، وأيضا غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة والصغير ولا في معصية كبناء كنيسة للتعبد لكون الإساء قربة وهي تنافي المعصية. ويشترط في الصيغة لفظ يشعر بالإساء وفي معناه ما مر في الضمان كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا مع بيان ما يوصى فيه، فلو اقتصر على نحو أوصيت إليك كان لغوا ويكون القبول بعد الموت متى شاء كما في الوصية بمال، ويكتفى بالعمل، يعني مش شرط القبول بالقول، إنه ينفذ الوصية يقوم بها ده كأنه قبلها كما في الوكالة، ويصح مؤقتا ومعلقا كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، أدي معلق، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي لأنه يحتمل الجهالات والأخطار، ولو قال أوصيت إلى الله وإلى فلان حمل ذكر الله على التبرك، وقد أوصى ابن مسعود فكتب وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله، سيدنا عبد الله بن مسعود كتب وصيته كده، كان كثير من الصحابة توصي لسيدنا الزبير، كان يقوم بأمر الأيتام، هو كان يقوم بأمر الأيتام والنفقة على الأرامل، وكان يعني من أهل الخير سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأن الزبير كان يوصي لابنه عبد الله في غيابه، عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود أوصى للزبير وعبد الله ابنه. ولكل من الموصي والوصي رجوع عن الإيصاء متى شاء لأنه عقد جائز، إلا إن تعين الوصي وغلب على ظني استيلاء، يعني افرض واحد أوصالك أوصى ليك أنك أنت تعمل حاجة معينة لكنك ترجع فيه، مش متحمل انك انت تعمل لانه ده عقد اصلا يعني تبرع، واضح؟ لكن امتى يتعين عليك؟ لو كنت لو تخليت عنه، لو تخليت عنه يؤدي الى ضياع حقوق، يبقى ساعتها يتعين عليك لان هذا يؤدي الى ضياع حقوق، واضح؟ الا ان تعين الوصي، زي في الوكالة ما هي عقد جائز برضه، يجوز في اي وقت الوكيل او الموكل انه يعني يترك الوكالة لان عقد جائز برضه في عقد الوكالة. يسيبها الجهة
يقوم بها القاضي، قضاة المسلمين وحكام المسلمين وما بيقوموا بيها. يعني عندك المجلس الحسبي ما هو بيقوم بايه؟ بمشاكل الايتام والقصر، خلاص. فهو لما يتنازل حل المجلس الحسبي يحل محله. ولكل من الموصي والوصي رجوع عن الايصاء متى شاء، لانه عقد جائز الا ان تعين الوصي وغلب على ظني استيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له الرجوع، ولو خاف الوصي على مال اليتيم ونحوه من استيلاء الظالم عليه فله تخليصه بشيء منه. افرض ظالم حيسته على مال اليتيم، ليه انه ياخد جزء من مال اليتيم يديه رشوه للظالم عشان يحافظ على بقيه المال؟ واضح؟ ويبقى ساعتها الرشوه هنا حرام لاخذها مش للي دافعها. واضح؟ فله تخليصه بشيء منه، والله يعلم المفسد من المصلح، فيبذل شيئا لقاضي السوء الذي لو لم يبذل له شيئا لانتزع المال منه وسلمه لبعض خونته، وأدى ذلك لاستئصاله. وكذلك يجوز للوصي تعييب مال اليتيم ونحوه، كما قال ابن عبد السلام. افرض مثلا ان الظالم بياخد المال الصالح غصبا، فيروح هو معيب مال اليتيم زي ما سيدنا الخضر عمل في السفينة. واضح؟ علشان يحافظها على الناس. ويجوز للوصي تعييب مال اليتيم ونحوه كما قاله ابن عبد السلام إذا خاف عليه الغصب لأجل حفظه، كما في قصة الخضر عليه السلام، وقد حكاها الله تعالى بقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. وهنا في صفة مقدرة، كل سفينة غير معيبة أو صالحة، مش كده برضو؟ قول أي الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا، أي ونحو ذلك كرد الودائع والعواري والغصوب. وقول والنظر في أمر الأطفال، أي ونحوهم كالمجنون والسفيه. والإيصاء المذكور سنة إلا في قضاء حق عجز عنه حالا وليس به شهود، فإنه يجب حينئذ لأن ترك الإيصاء به يؤدي إلى ضياعه، كما قلنا أن الوصية واجبة إن كان هناك حقوق، لو لم يوصي تضيع. في الحالة دي تبقى الوصية حكمها أنها واجبة، إنما بغير ذلك فهي بين الإباحة وبين السنة، يعني الاستحباب يعني. قول إلى من، أشار بذلك إلى أنه يتعدى بإلى كما يتعدى باللام، يعني الوصية إلى والوصية لكذا، يعني يتعدى باللام ويتعدى بإلى. وبنفسه يقال أوصيت إلى فلان وأوصيت له ووصيت وأوصيته إذ جعلته وصيا. وقول أي شخص، لأن من هنا موصولة فجعلها أي شخص، يعني أشار بذلك إلى أن من نكر موصوفة ويصح جعلها موصولة فتكون بمعنى الذي. وقول اجتمعت فيه أي عند موت الموصي، وإن لم تكن موجودة عند الوصية أو بين الوصية والموت، حتى لو أوصى إلى من لم تجتمع فيه الشروط كصبي ورقيق ثم اجتمعت فيه عند الموت صح. يعني يجوز أنه هو يوصي لواحد يبقى وقت الوصية غير مؤهل للشروط، لكن عند الموت صار مؤهلا، واخد بالك؟ أوصى لابنه اللي في سنة ستة ابتدائي أن ياخد باله من إخواته، فلما مات كان الواد ده بقى في الجامعة، واخد بالك؟ يبقى تصح خلاص، ياخد باله من إخواته سماعا بيه وهكذا. يبقى ما يشترطش ان تتوفر الشروط دي وقت الوصية، لكن يشترط انها تتوفر بعد الموت او عند الموت. قول خمس خصال، وفي بعض النسخ خمسة شرائط، وترك ثالثا وهو القدرة على التصرف والاهتداء اليه، وسيذكره الشرح بقوله واشترط ايضا في الوصي الا يكون عاجزا عن التصرف. وترك سابعا ايضا وهو عدم العداوة بينه وبين المحبور عليه، ما يبقاش في كراهية وإلا يضايق. وأما العدالة فقد استغنى المصنف عنها بالأمانة كما ذكره الشارح، حيث قال بعد الأمانة واكتفى بها المصنف عن العدالة. وكذلك الشيخ الخطيب حيث قال بعد الأمانة وعبر عنها بعضهم بالعدالة. وبهذا تعرف ما في قول المحشي، أي بعد اعتبار العدالة والاهتداء إلى التصرف وعدم العداوة بين المحجور عليه والولي،
لأنه يقتضي أنه يزاد ثلاثة شروط على الخمسة فتكون الجملة ثمانية بناء على مغايرة العدالة للأمانة وليس كذلك. المحشي يعني زود العدالة على الأمانة، فبيقول لك كده زود حاجة ملهاش لازمة، لأن الأمانة هي العدالة. المحشي اللي هو إيه؟ البرماوي. قول الإسلام أي في مسلم، فلا يصح الإساءة إلى كافر على مسلم. ما ينفعش أوصي جاري المسيحي على أبناء أخويا المسلمين، يقوم على رعايتهم وتربيتهم، طب ما هياخدهم الكنيسة، مش هيحفظهم القرآن، مش هيقول لهم صلوا، فهمت ازاي؟ هيطلع دينهم، فكده حرام. واضح؟ أي في مسلم فلا يصح الإساءة إلى كافر على مسلم، وأما الإساءة إلى كافر على كافر فيصح كما سيصرح به الشرح في الاستدراك الآتي. وقول والبلوغ فلا يصح الإساءة إلى صبي، وقول والعقل فلا يصح الإساءة إلى مجنون، وقول والحرية فلا يصح الإساءة إلى من به رق، وقول والأمانة فلا يصح الإساءة إلى غير الأمين وهو الفاسق. وقد جمع ذلك الشارح بقوله فلا يصح الإساءة لأضداد من ذكر، واكتفى بها المصنف عن العدالة، أشار بذلك إلى مساواة الأمانة للعدالة كما مر. وهل تكفي العدالة ولو ظاهرة أو لابد من العدالة الباطنة؟ يعني يكفي الشهرة بالعدالة ولا لازم كمان أنقب وأشوف فعلا الراجل ده عدل في تصرفاته حقيقة، ولا هو بيتظاهر بالعدالة أمام الناس؟ يبقى ممكن يبقى في ديانة ظاهرة، لكن أول ما يدخل بيته يقفل عليه ويقفل النور ويقعد يشرب خمرة، واخد بقى، أو يلعب قمار، جايب البرتيتا وقاعدين يلعبوا قمار للصبح لحد ما الفجر يبدأ ينزل يصلي الفجر، واخد بقى، فقدام الناس ما شاء الله إيه ده راجل ولي، وتوش الفجر ما شاء الله، لكن هو سهران مع البرتيتا فوق، فهمت؟ فكل الحاجات دي ما تنفعش. فهل يكتفي بالعدالة الظاهرة ولا لازم أنقب أيضا عن العدالة الباطنة؟ جرى شيخ الإسلام تبعا للهروي وتبعه الشيخ شيخ الإسلام اللي هو مين؟ أيوه كده، أحسن تفتكروا ابن تيمين لأن ابن تيمين شيخ الإسلام بس في الكتب بتاعتهم على أساس هو حنبلي، إحنا هنا بنقرا كتب الشافعية مش كده برضه؟ فبتقرا كتب الشافعية يبقى شيخ الإسلام لازم يبقى شافعي، اللي هو إيه؟ الشيخ زكريا الأنصاري. ما هو شيوخ الإسلام كتير أصلا تبعا للهروي. أيوه، أهل عصره هم اللي يديها له، أهل العصر، يعني مش هو مثلا بيحصل حاجة معينة ويقول لهم يا جماعة أنا بقيت شيخ، لا ده هو أهل عصره يشهدوا له، واخد بالك؟ طب احنا بقى في العصر الحمد مثلا، احنا مثلا دلوقتي ممكن تقول مفتي الجمهورية ده شيخ الإسلام، ممكن تقول شيخ الأزهر ده شيخ الإسلام، واخد بالك؟ بس منين هو الجهة الشرعية؟ أيوه، هو أعلى منصب ديني، أعلى منصب ديني الآن، وهو الجهة الرسمية اللي بتخرج منها الفتاوى الرسمية المعتمدة على مستوى العالم الإسلامي كله، لأنه ليه مصداقية وتأهيله العلمي يؤهله لذلك، ومنصبه أيضا يؤهله لذلك وكده، وسلم له أهل عصر، واخد بالك؟ يبقى خلاص. أنت في أي مهنة يعني؟ هو دلوقتي أنا مثلا أنا جراح، مين اللي يقول عليا جراح شاطر؟ زمايلي، صح ولا لأ؟ مش العوام. يعني زمايلي اللي بيشتغلوا في اهل مهنتي يقول لك ده فلان ده كويس، ده استاذ. فهمتني ازاي؟ يبقى الانسان مش هو اللي بيحصل المنصب، ده اللي بيشهد له من خلال عمله، واخد بالك؟ في كل مجال بقى. لكن المفروض ان الانسان يتهم نفسه بينه وبين نفسه، يتهم نفسه باستمرار بالنقص، مش ينفش ريشه ويقول انا وصلت، لانه لو قال كده يبقى وصل صحيح بس لجهنم، لانه بقى متكبر مش كده برضه؟ هو صدق برضه لما يقول لك انا وصلت برضه صدق، بس هيوصل لحته ثانيه لا اقران هم، لان الطالب ما ممكن ينبهر باي حد حافظ شويه بتاعه يقول لك ده علامه كبير، لكن لما يقعد العلامه الكبير ده في نظر الطالب قدام علماء العصر يطلع ان هو متوسط مستواه عادي، فهمتني ازاي؟ فلازم يبقى ايه اهل الصنعه الواحده هم اللي بيشهدوا له. جرى
أو لابد من العدالة الباطنة. جرى شيخ الإسلام تبعا للهرة ويتبعه الشيخ الخطيب على الأول أن هي كفاية الظاهرة وخلاص، لأن احنا هننقب عن الناس لا تجسسوا، واخد بالك، وإحنا لازم نحسن الظن بالمسلمين. والمعتمد أنه لابد من العدالة الباطنة. وجمع بعضهم بحمل الأول على ما إذا لم يقع نزاع، والثاني على ما إذا وقع نزاع. يعني إيه؟ نحملها على العدالة الظاهرة طالما الناس مسلمين كلهم، يقول لك ده راجل كويس. لكن امتى ننقب على العداله الباطنه؟ لما يجي يقول لك الناس يقول لك لا ده مش كويس، والناس تاني يقول لك لا ده كويس، يقوم حصل بقى نزاع. الباطنه المقصود به اذا خلى لنفسه مش قلبه، لان غير يسال خاصته، يسال زوجته، يسال الخادم بتاعه، واخد بالك، يسأل الناس اللي تعاملوا معاه في السوق إذا كان تاجر، يا جماعة الراجل ده أصلا أمين وبيسدد اللي عليه ولا بيماطل ولا بيعمل إيه؟ تاني يسأل ينقب عنه، واخد بالك إزاي؟ بس والثاني على ما إذا وقع نزاع، وهو جمع حسن، لكن الذي اعتمده الزيادي أنه لابد من العدالة الباطنة مطلقا سواء وقع نزاع أم لا، ودي لازم ياخد بالها القاضي او الوصي، واخد بالك، او الموصي. يعني لما تيجي توصي لحد لازم تبقى انت متاكد ان هذا الانسان مع عشرتك ليه انه راجل فعلا صالح، والا يبقى انت كده بتضيع وصيتك. قول فلا يصح الايصاء لاضداد من ذكر، تفريع على مفاهيم الشروط المتقدمه اجمالا، وقد فصلناه لك سابقا، لكن الأظهر أن يقول فلا يصح الإيصاء إلا من اتصف بشيء من أضداد ذلك، إلا أن يجاب أنه على تقدير مضاف والتقدير لذوي أضداد من ذكر. لكن الأصح جواز وصية إلى آخره، لي وصية ذمي إلى ذمي، عدل في دينه. استدراك على قول فلا يصح الإيصاء لأضداد من ذكر بالنسبة للكافر، قول وصية ذمي إلى ذمي عدل في دينه على أولاده الكفار، قضية أنه لو كان الموصي مسلما والمحجور عليه كافرا بأن أسلم شخص وله ابن بالغ عاقل سفيه كافر، فإنه لا يتبعه في الإسلام ولا يصح أن يوصي عليه كافرا، وهو الراجح، خلافا لما جرى عليه في شرح الروض من أنه يصح أن يوصي عليه كافرا. وقول إلى ذم عدل في دينه وعرف، وعرف ذلك بالتواتر من العارفين بدينه أو بشهادة شاهدين عارفين بذلك بعد إسلامهما. وقضية قوله إلى ذمي أنه لا يصح الإيصاء إلى حربي على أولاد حربي، والظاهر الصحة. قول ويشترط أيضا، أي كما اشترط ما تقدم من الشروط، أو اشترط كما ما تقدم من الشروط، قوله ألا يكون عاجزا عن التصرف، أي بأن يكون قادرا على التصرف، وقوله فالعاجز عنه لكبر إلى آخره، تفريع على مفهوم الشرط الذي قبله، وقوله أو هرم أي شدة الكبر، وقوله مثلا أي أو خبل أو سفه أو مرض، ولا يضر عمى، لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه كبيع المعين. قوله وإذا جمعت أم الطفل الشرائط المذكورة، أي عند الوصية لا عند الموت، وإن جرى عليه جمع كشيخ الإسلام وتبعه الشيخ الخطيب، لأن الأولوية إنما يخاطب بها الموصي وهو لا علم له بما يكون عند الموت، لا يقال قد تجتمع فيها الشروط عند الوصية وتنتفي عند الموت فيتبين بطلان الوصية، فالعبرة حينئذ بحال الموت لا بحال الوصية، لأننا نقول الأصل بقاء ما هي عليه، فيقال إذا اجتمعت فيها الشروط عند الوصية فالأولى أن يوصي لها نظرا للأصل المذكور، ومع ذلك إذا انتفت فيها الشروط عند الموت تبين عدم، يعني هو لو أوصى لواحد لم تتوفر فيه الشروط عند الوصية وهو اللي مقصر، وتنفذ الوصية لو وجدت متوفرة فيه بعد الموت، فهمت؟ تبين عدم صحة الوصية، فمن اعتبر حال الموت نظر إلى استمرار الصحة، ومن اعتبر حال الوصية نظر إلى الأولوية المبنية على الأصل المذكور. وقول فهي أولى من غيرها، يعني المرأة، أي لوفور شفقتها
وخروجا من خلاف الاستخري، فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول، يقصد به شيخ الإسلام برضو زكريا، لا بأس بتقليد الاستخري في هذا الزمان، فإنه أشفق من غيرها غالبا. وتزوجها لا يبطل وصايتها، لا بأس بتقليد الاستخري في هذا الزمان، فإنها أشفق من غيرها غالبا. وتزوجها يعني لو تزوجت لا يبطل وصايتها إلا إن نص عليه الموصي، وعلم من ذلك أن الأنوثة غير مانعة من الوصاي، يبقى لا تشترط فيها الذكورة يعني. لما في سنن أبي داود أن عمر أوصى إلى حفص بنته وكانت زوجة له صلى الله عليه وسلم، أوصل ستنا حفصة في الأرض اللي وقفها على خيبر، أوصى لها سيدتنا حفصة. وهكذا انتهينا، ونقف على كتاب أحكام النكاح عشان اللي ما اتجوزش يعرف إزاي يتزوج، واللي تزوج يعرف إيه ما هي الأحكام التي كان يجب عليها تحصلها، واخد بالك. وبعد كده ما نخلص النكاح هنعرف أحكام الطلاق عشان اللي ناوي يطلق يعرف إزاي يطلق، واللي ناوي ما يطلقش برضه يعرف ايه الاشياء اللي هي ممكن يقع فيها فيطلق وهو مش عايز يطلق. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.